صدق لا ما كنا نغيب عن بعض. طيب اكيد كان يصير في اشكالات تحت الهواء طبيعي هذه، لا تقول لي ما في اشكالات تصير حتى بدون على المثاليات. وايش اشكالات؟ يعني مثلا بيصير خلاف معين، او مثلا والله انت تاخذ عني الهواء مو نسمع دايم تقوم البوكس تحت اي طبيعي. ف ابزيك انت بجي علي خذ راحتك، عطنا كذا شيء صار تحت الهواء كان اثر على نفسيتك. تبي نبي الخوه الدنيا رايحه يا رجال والله قلوبنا على بعض حلو. طيب اللي بعد ها عشان لا اقول لك نصاب. شوف قول لها الله المشاكل حتتحصل بين الاخوان. هذا اللي قاعد اقوله طبيعي انها تصير، بس إن اللي مو طبيعي انها ما تصير. يعني مشاكل مشاكل كلام لا بقوس ايه، بس إن خمس دقائق تلقاه يطالع ثاني يضحك. اكيد والله اني صادق قلب. هل سبق انك لا والله العظيم انها لا بمرها ولا بحلوها ولا بضحكها ولا بزعلها. هل سبق انك عشت كذا في مكان مغلق لفتره معينه ولا فقط في جنتي؟ لا اكيد جنتي، فقط في جنتي. كيف تحملت؟ لانه احنا الان على نهايه البرنامج في البزنس، او خلينا نقول الربع الاخير من البرنامج. ايش الشيء اللي ممكن تقول لهم اياه اذا سويتوه ترى بيصبركم؟ حبوا بعض. سؤال صعب ولا ايش؟ والله حبوا بعض، خلوا ايدينكم في دم. امسك يد ماجد، امسك يد محمد العويس. لا يعني خلوا يدكم واحده، عطهم شيء كذا، خلوا يدكم واحده مهما حاولوا يكسروا مجاديفكم ادعسوا. نفس السؤال علي بن هادي، خلينا نشوف يضحك ليش. عاد اخذ كذا يقول عطهم نصيحه بما انهم لا. الشيء اللي صبركم في نهايات البرنامج صدق والله، كل ما انت قرب البرنامج على النهايه كل ما اشتد التنافس صح، كل ما النفسيه ضربت. هذا شيء متفقين عليه. اذا فكرنا الصدق، اذا فكرنا احنا طلعنا وشو وين بنروح؟ ها والله نقطة جميلة. إذا فكرنا احنا نطلع وحنا بنروح، احنا ما جينا نبغى الشاشة ونبغى الإعلام. يعني إذا شفت النتيجة نعم وما بعدها. نعم صح. جميل، وش الشيء الثاني اللي ممكن؟ الشيء الثاني أتمنى نحن من يوم بدا جنتل نحن على الشاشة 24 ساعة. هذا حتى أنا نصيحة والله صحبات. إي هذا يوم أنا كان مراهق. الله يبلاه الشيء. لا صدق والله يا إخوان.